أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. مثل ما تحدثنا في حلقة سابقة عن الأدوية في العراق، لأن الموضوع الصحي هو من أهم المواضيع التي تهم العراقيين عموما، وهي تتعلق بحياة كل مواطن عراقي. لابد من الحديث أيضا في هذه الحلقة عن المستشفيات في العراق. ربما أثارني عنوان كبير يقول: المستشفيات في العراق محطات عبور نحو المقابر. يعني عنوان صادم الحقيقة ومؤلم، قرأته على رأس الكثير من الدراسات والمقالات التي تناول حال المستشفيات في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم. ويكفي يعني أننا بدأنا الحديث عن المستشفيات في العراق بذلك العنوان الصادم الذي يعني يستدل بحروف ومعانيه من أن المستشفيات التي يجب أن تكون بيوتا للشفاء والراحة للمرضى باتت مصدرا من مصادر فقدان الحياة، فقدان المريض للباقي من صحته. ولفظ الكثير من المرضى أنفاسهم الأخيرة في هذه المستشفيات، وهم على أسرة هذه المستشفيات، هذه الأسرة البائسة لهذه المستشفيات، وهم بحاجة للأكسجين، بحاجة إلى المخدر بعد إخضاعهم لعمليات دون تخدير في أو يكونوا في صالات عمليات ملوثة حقيقة. ولأن بيوت الشفاء يعني مثل ما هي مفروض لم تستطع أن توفر لهم ما يحتاجوه من خدمات، من دواء، من دم، من أمصال، غيرها من الخدمات لم تستطع، فبالتالي غادروا الحياة بسبب هذا الإهمال الكبير. وبالتالي صارت هذه المستشفيات مثل ما يقول العنوان هذا الصادم معابر إلى المقابر الحقيقة. اللي الأمر اللي جعل الكثير من العراقيين هم يواجهون وباء كورونا في هذه الأيام ينصحون بعضهم بعدم الذهاب إلى المستشفيات لأنهم سيخسرون حياتهم، هكذا يقول البعض للبعض: لا تذهب إلى المستشفى لأنك ستخسر الباقي من حياتك، ابقى في بيتك وتعالج في بيتك أفضل لك، حتى إذا بقيت في الشارع أفضل لك من الذهاب إلى المستشفيات. التنفس في المستشفيات قد يؤتيك بمرض، هذه كارثة كبيرة الحقيقة. هذا النظام اللي جانا من هذه الحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلال من عام 2003 لحد الآن 17 سنة، حول الدور الشفاء والخلاص من العلل والأمراض إلى وباء كامل ومصدر للعلل والأمراض والموت الحقيقة. تشير الإحصائيات طبعاً إلى أنه يعني أن هناك نحو 230 مستشفى حكومي بالعراق تابع للدولة، وهناك حوالي 20 مستشفى أهلية موزعة على المحافظات طبعاً. غير أن كل هذه الأعداد لا تمثل حالة صحية في حال العراق الصحي. يعني المستشفيات الحكومية ما عادت توفر للمريض أبسط ما يحتاجه من خدمات مجانية، هذه انتهت. المريض دائما ما يتحمل تكاليف كاملة العلاج، وإذا لم يقبل من المستشفيات الحكومية سيذهب باتجاه المستشفيات الأهلية، وهناك سيتم ابتزاز كبير بمبالغ هائلة، سيضطر إلى بيع كل ما يملك لتوفير العلاج لمريضه، وهذه أيضا كارثة كبيرة. كثير منهم اضطروا يبيعون كل ما يملكون من أجل علاج مرضاهم. المستشفيات صارت دكاكين لابتزاز الناس، وهي دكاكين لدر الأموال والأذى الحقيقة. أنا لا أتكلم عن الأطباء رسل سلام ورسل محبة ورسل، أنا أتكلم عن مؤسسات صحية تابعة لحكومات فاسدة وخربة لا يفهمها صحة المواطن ولا يهمها المواطن العراقي. بعد أن كان العراق يحتل المرتبة الأولى بمستشفياته في الشرق الأوسط خلال الثمانينات والسبعينات من القرن الماضي، يعني رقم واحد في الرعاية الصحية في كل دول الشرق الأوسط، الآن بات العراق يعني لا يساوي أفقر الدول في العالم
من حيث وأسوأ الدول في العالم من حيث الخدمات الصحية. الحقيقة الصحة لا تنال أولوية لدى كل الحكومات هذه من عام 2003 لحد الآن، ليس لها علاقة بصحة المواطن، لا تضع للصحة أولوية في موازناتها أبدا. صحة المواطن والبلد هي الأهم عند كل دول الدنيا، لكنها في العراق هي الأدنى في الأهمية، لا أحد يهتم لها. الأمر اللي صير قضية الرعاية الصحية في العراق وخاصة المستشفيات صارت أحد المظالم الكبيرة بحق الشعب العراقي، خاصة وأن معدل الأسرة في المستشفيات يبلغ 1 سرير لكل 1000 مواطن. لاحظ، 1 سرير لكل 1000 مواطن في بلد كل هذه الثروات الهائلة اللي يمتلكها. وهذا شاهد طبيعي، يعني وعندما يعني تذهب إلى المستشفى تشاهد الكثير من الأمهات ينامن على أرضية المستشفيات إلى جانب أسرة أطفالهم، لأنه لا توجد أسرة. أو تجد الآباء والأخوة والأخوات ينامون في حدائق المستشفيات وفي الشوارع المحيطة المستشفيات ينتظرون مرضاهم. هذه كارثة، لأنه لا توجد، عجز كبير في عدد الصالات والغرف المخصصة والأسرة اللي موجودة. على صعيد يعني المعدات الطبية بالمستشفيات غير موجودة. يكفي أن نذكر يعني مثلا في البصرة هناك إحصائيات تتحدث أنه يعني هذه البصرة اللي طبعا تدر على العراقيين أكثر من 90% من الأموال اللي تجعل ذول السياسيين في رفاهية وحياة مرفهة، والعراق في ضيم وقهر وفقر. يعني على الأقل يراعوها هذه البصرة. لكن دعني أقول يعني إحصائية تتحدث أنه مستشفيات البصرة مثلا لا يوجد إلا 3 أجهزة للأشعة المقطعية. هذه البصرة كلها لا يوجد فيها إلا 3 أجهزة للأشعة المقطعية، دائما ما يكون جهاز أو جهازين عاطلة، ووحدة واحدة للفحص بالرنين المغناطيسي، وهذه طبعا لكل 1,000,000 شخص وحدة واحدة، يبلغ المتوسط العام. طبعا الإشارة أيضا المتوسط العام من هذه الأجهزة في دول فقيرة طبعا لا تقارن بالعراق، مقارنة بالعراق ما يبلغ متوسط من هذه الأجهزة، المتوسط العام من هذه الأجهزة في هذه الدول 26 جهاز للأشعة المقطعية، 16 جهاز للرنين المغناطيسي لكل 1,000,000 مواطن. لاحظوا الفرق، ولاحظوا كيف ينظرون إلى صحة المواطن. نذكر بعض إدارات المستشفيات تقوم بالعمل على جمع التبرعات من الأهالي من الناس لغرض تقديم بعض الخدمات البسيطة، لتوفير بعض الخدمات البسيطة للمرضى. هذه كارثة كبيرة في بلد مثل العراق، وفي حكومات تقول أنها إسلام، أحزاب تقول أنها إسلامية وجاءت من أجل مظالم الناس، وبالتالي المواطن بهذا الشكل. بعض الإدارات المستشفيات تجمع من الناس لكي تعين وهي مستشفيات حكومية، وليس طبعا فقط التمويل والمستشفيات وعدم البناء المستشفيات هو المراكز الصحية المشكلة الوحيدة، إهمال أعداد الأطباء. طبعا أعداد الأطباء، قتل الأطباء، تهجير الأطباء، اعتداء على الأطباء، خلى الكثير منهم يهاجرون أو قتلوا الكثير. منذ عام 2003 لحد الآن أكثر من 350 طبيب قتل، والباقي أكثر من 20,000 طبيب هاجروا. فبالتالي نسبة الأطباء إلى يعني 0.8 لكل 1,000 مواطن، يعني أقل من 1%، يعني طبيب لكل 1,000 مواطن. بعض الأمراض، بعض التخصصات، طبيب واحد لكل 8,000 مواطن، خاصة في تخصصات الأمراض النفسية. فيما تبلغ نسبة الممرضين في المستشفيات يعني معدل 2 ممرض لكل 1,000 مواطن. هذا واقع الحال في المستشفيات. يعني طبعا هذا واقع مأساوي، لذلك العنوان بأنه المستشفيات يعني محطات عبور نحو المقابر، عنوان بقدر ما هو صادم، بقدر ما هو مؤلم، لكنه عنوان حقيقي ويدل على الواقع المأساوي الذي يعيشه العراق في ظل كل الأمراض، وفي ظل اجتياح وباء كورونا للعراق. أترككم بخير والسلام عليكم.